هل معقول دكتور هراتشي يقدر يمنعك ترجع على الساحه الفنيه؟ هو نحن حكينا بهذا الموضوع و انا كان عندي رغبه، لهلش لحتى اكذب عليك، كان عندي رغبه اني ارجع، وهو شجعني كثير كثير، شجعني عن جد. وهلا هيئتنا رح نرجع. يعني اليوم نوعد الجمهور انه ماري سليمان رجع على الساحه؟ عم نحضر، اكيد عم نحضر، والتحضير بده شوية وقت اكيد. مين الشاعر حليف الحظ يلي اخترتي كلماته لترجعي فيهم؟ خليهم مفاجأة، انا كل عمري ما بحكي عن شيء الا بس يصير. اي لون بدك؟ لقيتي انا كثير مهمة بالنسبة لإلي. اي لون بدك تغني؟ اللي حبتني الناس فيه، كل اللون اللي حبتني الناس فيه بدي غنيه اكيد. يعني اليوم رح اسمعك باللبناني؟ اكيد لبناني ومصري، ويعني الحمد لله صوتي بيأدي كل الالوان، اذا الله عطيني هيك صوت ليه ما بدي غني كل شيء. ما انه ماري سليمان الى فتره غايبه عن الاضواء، مين الاشخاص اللي كانت بس عم تسمعهم، تسمع الجديد تبعهم، كانت عم بتزقف لهم بتقول لهم برافو؟ يعني طبعا ما فينا يعني ما فينا ننسى الفنانات الكبار اللي هن من جيلي اللي كفوا، اكيد كنت دائما عم بقول لهم برافو على كل شيء حلو بيعملوه. مين قصدك؟ كلهم اللي من جيلي كلهم. بس ما نعرف الاسامي، لا حتى تعدي لنا لنشوف التراتبيه. بلا تسميه لانه بركي نسيت حدا، بصير بده يزعل، ما توقعيني بهالفخ. قديش زعلتي لانه انت غبت عن الساحه فتره طويله وما شفنا انه كان في مبادرات اشخاص يجوا يدقوا بابك يقولوا لك لا تعي رجعي؟ لا مين قال لي؟ لا قال لك غلطان، لانه انا بكل هالمده وهالفتره مش بس الاشخاص اللي يدقوا بابي، على الطريق الناس اللي تشوفني تقول لي بليز ارجعي. وهيدا يعني لما لمسها الحب من هالناس هودي، فحطيت جديا براسي انه وتحملت مسؤوليه كمان كبيره، ونويت ارجع اذا الله رد. الفن هيدي الايام غير الفن وقت نجمت ماري سليمان، كيف حصنتي حالك لترجعي بقوه؟ مثل ما انا على طبيعتي بقلب ال ال الصريح والمحب وبطبيعتي العفوية، أنا إنسانة ما بحب التصنع، مثل ما أنا راجعة، مثل ما عرفوني رح ضل. هل خضعت لتكسيفات على موضوع مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأنه قبل كنا نشوف الأغنية كانت بس يحبها الجمهور تضرب، بس التواصل الاجتماعي ونسبة المشاهدة صارت عم تلعب دورة. نعم إيه أكيد، في عندي أغاني حتى هلأ أنا كتير عم تلعب دور بالسوشيال ميديا وعم تنسمع كثير، يعني لا شغله كثير مهمه اكيد. بس لازم تصيري اكتب اكثر على تويتر وهول الامور. يلا ان شاء الله قريبا. رسالتك لجمهورك عم بالفوشيا، شو معقول تقولي لهم حتى يدعموك اكثر لرجعتك ويوقفوا الى جنبي؟ هن واقفين دائما الى جنبي بالفعل، لانه غيبتي كانت يعني كانوا كثير عم يسالوا عن غيابي، وهذا شيء يعني شجعني اكثر واكثر، بقول لهم انه انطروني رجعه بكل حب اكيد. شكرا. ميرسي لالي.